الرئيس السيسي يؤكد تطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم. السيسي يوجه بطرح أول مزايدة للتنقيب عن الغاز بالبحر الأحمر. الناتو يعلن عدم التخطيط لنشر مزيد من الصواريخ النووية في أوروبا. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع البترول وطرح أول مزايدة لتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير البترول لاستعراض محاور استراتيجية قطاع البترول وأهم الإنجازات التي تحققت على مستوى القطاع خلال الفترة الأخيرة، كلف الرئيس بمواصلة العمل على توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ مراحل مشروع تطوير التعليم في مصر لما يمثله من ركيزة أساسية في الخطة القومية لبناء الإنسان المصري. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير التعليم، أكد السيسي ضرورة الانتقال إلى إطار علمي وفكري جديد يتواكب مع متطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة، وذلك بتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم وبشراكة مع الخبرات الدولية في هذا المجال. ينطلق ملتقى الشباب العربي الإفريقي المقرر عقده في أسوان في الفترة من 16 حتى 18 من مارس الجاري، وذلك تحت رعاية عبد الفتاح السيسي. ويناقش الملتقى قضايا المتعلقة بواقع ومستقبل المنطقة العربية والإفريقية من خلال الجلسات التي تبحث موضوعات مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية وأثر التقنية الحديثة والابتكار في إفريقيا والمنطقة العربية، ذلك إلى جانب عقد مائدة مستديرة لإجراء حوار بين المشاركين حول سبل الاستفادة من وادي النيل كممر للتكامل العربي والإفريقي، وكذلك ورشة عمل عن تنمية منطقة الساحل، بالإضافة إلى إقامة ورشتي عمل لريادة الأعمال. حكم قاض فيدرالي أمريكي على بول مانافورت مسؤول الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب بالسجن لمدة 4 سنوات تقريبا بسبب جرائم مالية كشفها التحقيق الخاص الذي قام به المدعي الخاص روبرت مولر. وأكدت المحكمة أن مانافورت أدين بتهم تتعلق بالاحتيال الضريبي والبنكي وعدم كشف الحسابات المصرفية الأجنبية، ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 47 شهرا. وقال القاضي الفيدرالي أن التهم المنسوبة لمانافورت ليس من بينها التواطؤ مع الحكومة الروسية للتأثير على الانتخابات السابقة. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن الحلف لا يخطط لنشر مزيد من الصواريخ النووية البرية في أوروبا. وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البولندية وارسو، جدد ستولتنبرغ اتهام روسيا بخرق معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، إضافة إلى اتهامها بنشر صواريخ متنقلة قادرة على حمل ذخائر نووية قرب أراضي دول الأعضاء في الحلف. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري xnews.tv. إلى اللقاء.